العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه من كان يريد العزة. فلله العزة جميعا. طرح المفسرون رأيين في معنى صدر الآية الكريمة: من كان يريد العزة ما معناها الذي تقصده الآية الكريمة هنا؟ كشأن آيات القرآن الكريم التي يمكن أن تحتمل معاني مختلفة، وباحتمالها لهذه المعاني وبقدرتها على أن تتحمل أنماطا من التفسير والآراء، كان القرآن الكريم يتميز بقدرته الخارقة على احتواء مختلف العصور وعلى احتواء مختلف الاجتهادات ومختلف الآراء. ومن هنا لم يسقطه عصر ولم يتخلف عن فكر من الأفكار، عن مستوى عصر من العصور أو مستوى فكري من الأفكار. شأن الآيات الكثيرة قلنا التي تقبل وجوها مختلفة كانت هذه الآية الكريمة: من كان يريد العزة، من كان يريد علم العزة أو أن يعلم لمن العزة، فليعلم أن العزة لله جميعا. هذه العزة تأتي من قدرته الكاملة على الكون بعامة، بكل وحداته، بكل ما يمر فيه من خلق. هذا الكون كله في قبضة الله تبارك وتعالى، والأرض قبضته يوم القيامة، والسماء والسماوات مطويات بيمينه، قدرة وسلطان مهيمن على جميع الكائنات، على جميع الخلق. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. منين تأتي العزة؟ كل ما عداه يستمد وجوده منه، ويستمد حياته منه، ويستمد بقاءه منه. كل ما عداه واقع تحت سلطانه وتحت قبضته وتحت هيمنته. وسع كرسيه السماوات والأرض. ليس هذا فحسب، فلهذا السلطان من العيون، ولهذا السلطان من القدرة على رصد الحركات وعلى رصد الأعمال، ما لا يتوفر لأي قدرة أخرى ولأي سلطان آخر. إذا كان حكام الأرض يملكون من العيون، ويملكون من الجواسيس، ويملكون من الخبراء أعدادا معينة، فإن كل ما يملكون من هذه الأجهزة لا يمكنهم من رصد حركات الناس وسكناتهم أينما كانوا وأينما حلوا، ولا يمكنهم أيضا أن ينفذوا إلى عقول الناس وإلى قلوب الناس ليعرفوا ماذا يضمرون وماذا ينوون وماذا يخططون وماذا يفكرون. سلطانهم إذن قاصر ومحدود، لكن الله تبارك وتعالى يمتد سلطانه إلى قلوب الناس وعقولهم. وما تكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أقل من ذلك ولا أكثر إلا وهو معه. وما تكون في شأن، وما تتلو في من قرآن، وما تعملون من عمل، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر.
سلطان شامل من حيث القدرة، وسلطان شامل من حيث الإحاطة، وسلطان شامل من حيث أن كل شيء في هذا الوجود بكل وحداته وبكل أجزائه، أصغر وحدة وأكبر وحدة، الأحياء وغير الأحياء يستمد وجوده وجوده من الله تبارك وتعالى. الله نور السماوات والأرض، هذا السلطان بالطبع يجعل كل ما عدا الله قزم فقير لا يملك شيئا. القزم إلى وجود قائم بذاته، القزم إلى قوة ذاتية، القزم صغير الحجم لكنه يملك قدرة مقابل، قدرة قائمة بنفسها. من هنا هو يشكل وجودا محترما أمامي، وجودا يساوي وجودي. أن يكون أصغر حجما ليس مهما، لكن الكون، الناس، السماوات بكل ما فيها وما فيها ومن فيها لا تشكل أمام الله وجودا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وهذا الإذهاب هو طبعا هو مستقبل الكون الآتي، هذا الإذهاب هو الذي ينتظره الكون وتنتظره الناس. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. طبعا هنا قدرة كهذه تتوفر فيها كل مقومات العزة. من هذا الذي يزعم لنفسه عزة إزاء هذه العزة؟ ومن الذي يزعم لنفسه قوة إزاء هذه القوة؟ ومن الذي يزعم لنفسه سلطانا إزاء هذا السلطان؟ إلا هذا الأعمى الذي لا يشهد شيئا. هذا رأي من الآراء. طبعا الإنسان أمام هذا التفسير ما عنده مناقشة، أمام هذا التفسير كمؤمن ما عنده مناقشة. لكن هل الآية تقصد ذلك؟ من كان يريد العزة، ومن شك أن الإنسان يعرف بعد إبده كمؤمن أن الله هو العزيز المتعال. الله يقول الذي يريد يطلب العزة، من كان يريد العزة، الذي يريد يهرب من الذل إلى العز، الذي يريد يخلص من الهوان إلى حيث الكرامة، أنا أدله على الطريق، فلله العزة. ما معنى هذا؟ الرأي الآخر يقول من كان يريد العزة فليعلم أن العزة بجنب الله، يعني بجنب تشريع الله، بجنب طاعة الله تبارك وتعالى. فالإنسان المؤمن بالله هو الذي ستتوفر له العزة، هو الذي سيكون عزيزا، هو الذي سيحل في موقع الكرامة. كيف؟ ما من شك الإسلام وهو يطلب للإنسان أن يؤمن بإله واحد، أن يقول لا إله إلا الله، أن يقول الله أكبر. ما من شك عندما يطلب منه أن يعلن لسانا وأن يؤمن قلبا بمضمون هاتين الكلمتين، فإنه يجعله بذلك يسقط كل قوة أخرى وكل سلطان آخر. إذا كنت تقول لا إله إلا الله يعني لا معبود، لا أحد يستحق الطاعة، لا أحد يستحق الخضوع إلا الله، فكأنك ترفض بذلك وتتحرر من كل خضوع آخر لكل قوة أخرى. بهذا أنت تسلخ جلد الرقية وجلد العبودية وتخرج حرة لترتبط بالقوة الكبرى التي تهيمن على الكون بعامة. كل القوى الأخرى لا تستحق خضوعك، كل القوى الأخرى لا تمتلكني، أنا حر لا يمتلكني أحد، وليس من أحد له علي سلطان. لا إله إلا الله، الله أكبر، أكبر من كل القوى التي تتحكم في الناس وتتحكم في الأرض. عندما يعلن الإنسان هذا المضمون ويؤمن بالله تبارك وتعالى، ما من شك سيشعر بقوة داخلية. هذه القوة تماما كما لو أن الإنسان أبصر مسرحية تمثل على خشبة مسرح، سيعلم
أن هذا الذي يمثل دور الملك ويمثل دور السلطان مجرد ممثل، مجرد ممثل، غيره هو الذي وضع السيناريو، وغيره هو الذي قام بالإخراج، وأنه لا يؤدي إلا دورا، مجرد دور. عندما ينهى دوره سيؤمر أن يدخل وراء الستارة وتسدل عليه. وأنت عندما تمثل دورا في هذه المسرحية دورك هنا يساوي بالضبط دور هذا الذي يمثل محل الملك، أو يمثل محل الرئيس، أو يمثل محل الحاكم. هذا لا يملك حولا ولا قولا، هذا يتحرك بإشارة من المخرج. ليست المسألة مسألة جبرية، لنمثل تقول نقول أن الكون كله مرتبط بقوة عليا، وأن الناس لا يمثلون عبر هذه الحياة وعبر هذه الأرض وضمن هذا الكون، لا يمثلون إلا أدوارا معينة أنيطت بهم حسب مواقعهم. ليس معنى ذلك أن تفرض علينا هذه الأدوار فرضا، وإن كانت هناك ملابسات بعيدة، هناك أسباب مرئية وغير مرئية، هناك ظروف طبيعية واجتماعية تحدد للإنسان أحيانا موقعا معينا، لكن الله أمرنا لكي نكون ممثلين ناجحين ولكي نكون مرتبطين تماما بتوجيهات المخرج، علينا أن نكافح ونناضل لنغير الموقع، أن نكافح هذا الذي يحتل موقع الملك وموقع الحاكم وموقع السلطان، فيستبد ويتلاعب بمقدرات ويؤذي حتى تكون المسرحية كاملة صراع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولهدمت بيع وصوامع. عملية صراع، عملية مسرحية إلهية تقوم في الأرض، الناس يأخذون فيها أدوارا مختلفة. إذا كنت أعرف أن هذا الذي يمثل دورا ما ليس إلا ممثلا صغيرا فقيرا وضع له المخرج دورا من حيث يشعر أو لا يشعر، فعندئذ سيطول مقامه أمام عيني، سيتقدم، سيتحجم، سوف لا أعيره اهتماما. أنا مرتبط بالمخرج، أنا مرتبط بواضع المسرحية، أنا أعرف تماما من هذا الواضع الذي يستطيع أن يغير الأدوار ويبدل المواقع. من خلال هذه الرؤية ومن خلال هذا الفهم للإنسان المؤمن، يعني عندما يوصل الإنسان قلبه وفكره بالله تبارك وتعالى ويعرف أنه حر لا تتسلط عليه أي قوة أخرى غير قوة خالقه، سيستهين بكل القوى، سيستهين بكل الجبروت والطاغوت الذي يسود في الأرض، سيكون أقوى، سيكون أشجع، سيكون أكثر قدرة على البذل والفداء والعطاء. عندما يكون الإنسان من خلال ارتباطه بهذه الأرضية العقائدية يعرف أن الحياة لها بداية لكنها ليست لها نهاية، وأن لهذه المسرحية بداية ولكن طولها سوف لا ينتهي، وإن تبدلت الخشبة وإن تبدل الموقع وإن تبدلت الأدوار. عندما يعرف أن الحياة في نظر الله مستمرة، واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وأن الدار الآخرة لهي الحيوان، لو كنتم تعلمون سيكون هذا الإنسان غير آبين بهذه الحياة ولا بذهابها، سيكون أقدر على التضحية وأقدر على العطاء وأقدر على مواجهة المواقف الساخنة ومواجهة المواقف الحادة، يكون أكثر بذلا. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. من خلال هذه الأرضية ومن خلال هذا المنظور تكون العزة للمؤمن. على الصعيد النظري يستمد العزة من مثل هذه الرؤية، ومن شك أن منظورا فلسفيا يقول للإنسان أن حياتك تنتهي في حدود الأرض وأن لذاذاتك تنتهي في حدود الأرض، لا يشجع على أن يبذل الإنسان ذاته وينهي الإنسان حياته. لماذا أنهي حياتي إذا كان كل ما لي هي هذه الحياة؟ بسبيل ماذا وبسبيل من؟ لماذا أنهي حياتي وليس لي وراء هذه الحياة حياة؟ أما وأنا أعلم، أعلم، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، وما متاع الدنيا إلا متاع الغرور. عندما أعلم ذلك سوف أقدم رجاء هذه الحياة التي يعد بها الله تبارك وتعالى. هذا
هذه ما من شك هذه الرؤية تعطيني مزيدا من القوة، فلا أعبأ بذاك الذي يثبت ويرعب، ولا أعبأ بذاك الذي يقابلني ليهدد، ولا أعبأ بذلك الذي يرجف بخيله ورجله، ولا أعبأ بالاستعمار يستعرض أمامي قواء وأساطيل وما يملك من أسلحة الدمار، لأني أمة ضعيفة. سأقف مناضلا، سأقف مصرا على حريتي، وأقف مصرا على كرامة أمتي، وأقف مصرا على خلاص أرضي، وأقف مصرا على أن تبقى أمتنا أمة كريمة تدافع عن حقها. لماذا؟ لأن هذه الرؤية تمنحنا مزيدا من القوة. هذا من حيث الجانب النظري، ليس هذا فحسب، بل إن الإنسان المؤمن من خلال منظور العقيدة يملك الحقيقة الكبرى، يملك الحقيقة الكونية الكبرى. نحن البشرية دبت دبيبا، زحفت زحفا، تماما كما يتلقن الطفل الصغير معلومات الأولية، بدأت البشرية تجهد نفسها وتبحث وتستقرئ وتجرب لتبني هرمها العلمي وتتعرف على الحياة من حواليها، في الأرض وفي السماء، في المنظور وفي غير المنظور، في ذاتها وفي خارج ذاتها. جمعت ركاما من المعلومات، أثبتت التجربة بعضه ونفت التجربة بعضه الآخر، وبقي بعض ينتظر. يعني هناك معلومات رفضناها، علم الأولين، أساطير الأولين، افتراضات الأولين، النظريات التي قيلت أمس نفيت اليوم، التي قيلت قبلا مسخت اليوم وانتهت. وهناك عندنا افتراضات ما زالت، ما زال لغز الكون ماثلا أمامنا بحجمه الكبير. كل ما حصلنا عليه حتى الآن لا يشكل شيئا إزاء اللغز الأكبر الذي أمامنا. حتى أرضنا، حتى أنفسنا لم نكتشفها بعد. هذا الجسد الصغير لم نكتشف سره بعد، سر الخلية وسر الحياة لم نتعرف عليها بعد كما ينبغي أن نتعرف. ما زلنا جهالا حتى الآن، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما الإنسان المسلم المؤمن، طبعا هي مبالغة، الإنسان المسلم المؤمن لا، المسلمون جهال. أما الإنسان الذي عرف الله، فلنجعل المسلم النموذجي الأول محمد صلى الله عليه وآله، ومن قرب من صعيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم أولئك الذين قبضوا على الحقيقة. ومعناها أنت مقبض على الحقيقة، أن تؤمن بالوحدانية هي هاي حقيقة، أن تؤمن بالحياة الآخرة هي هاي حقيقة، ما زال الماديون غافلون عنها، لا يبصرونها، وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يجربون ضمن المرئيات وضمن المحسوسات، ضمن المادة وقوانينها، وضمن المادة وظواهرها، وضمن القوانين التي تتحكم فيها المادة والطاقة، لكن العالم ما وراء هذا لا يعرفون عنه شيئا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فمن شك غفلة، كل وسائلهم لا تستطيع أن تصل إلى اكتشاف تلك الحقيقة. وسائلنا تقف عند حدود الطبيعة وقوانين الطبيعة، أما ما وراء الطبيعة فوسائلنا حتى الآن عاجزة عن معرفتها والنفوذ إليها. هنالك طريق آخر، واتقوا الله ويعلمكم الله. العلم نور يقذفه الله في قلوب من يشاء، في قلب من يشاء. هناك عملية كشف، عملية الكشف لا تأتي إلا من خلال المجاهدة، من خلال امتلاخ النفس من الطين. الله لما غضب على آدم بمعصيته له ماذا فعل؟ قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اهبط يعني اهبط ماذا؟ يعني من عالم التروح وعالم الوجود الواعي، عالم الوعي المجرد. هل تتعقل وعيا مجردا؟ عقلا مجردا لا يتلبس ضمن كيان مادي، يا يتلبس كيانا ماديا. تطور عقلا، هذا العقل يرتدي ثوبا من الأشعة السينية أو من أشعة جامعة أو الأشعة تحت الحمراء، تطور هكذا. طبعا أنت لا ترى، طبعا هذا الوعي يستطيع أن يفعل ما يريد، لكنك لا تراه ولا تحس به.
لو تطورنا هكذا ونحن لم نكتشف من سلالم الكون إلا سلالم معدودة، طبعا لو تطورنا هذا فوسائلنا لا تستطيع الوصول إليه. الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تلك مسألة إبصار داخلي، إبصار داخلي. آدم نزل تباطأت ذبذباته، كان متروحا، تباطأت ذبذباته تراكمت تكدست على بعضها أصبح جسدا هبط على الأرض، كان روحا يعيش في الجنة خالدا غير قابل للفناء، لكنه تهابط وتهابط وتتابل، اهبطوا أمر الله اهبطوا، أصبح جسدا، جسدا يموت ويتحلل، جسدا يجوع ويعرى، جسدا يحس بالآلام ويتعرض للمرض. هذه المسألة بالطبع يعني ما يستوعبها العلم المادي ولن يستوعبها. لها أمثلة، تصور بخارا خفيفا، هذا البخار غير مرئي، تصور هذا البخار يتكاثف، تصوره وقد تسلط عليه زخم من الهواء البارد تساقط مطرا، معناه يتكثف من بخار خفيف إلى أكثر إلى ما تكثف، تصوره وقد صار في مكان بارد جدا تحت الصفر أصبح قطعة من الثلج، فهو شيء أمامنا يمثل مراحل مختلفة من الوجود، مرحلة غازية شفافة، مرحلة أكثف، مرحلة أكثف، حتى أصبح شكل. تصور آدم هكذا الهبوط، عملية الهبوط عملية كهذه، عملية تروح هبطت وهبطت فأصبحت جسدا طينا إنسانا يتحرك. هذه عملية الهبوط طبعا يعني من خلال الرؤية الدينية تعكسها، الرؤية الفلسفية الإلهية. هذه يجب أن الإنسان يعمل دائما على أن يخلط نفسه. هبطت إليك ابن سينا، هبطت بالنسبة للنفس، هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع إلى آخره، فهبطت هالشكل. يعمل على تخليصها، كيف يعمل على تخليصها؟ أن يسمق دائما بهمومه إلى الأعلى، أن يتجه دائما إلى فوق، أن يعمل على امتلاك نفسه من أسر هذا الجسد. كيف؟ لا بالخلود إلى الأرض، ولا باللصوق بشهواتها، ولا باللصوق بلذاذاتها، وإنما بالهموم العليا، بالاتجاه إلى الله، إلى الأخلاق النبيلة، إلى الهموم الغيرية. لاحظ الله يبين لك طريق الخلاص كيف. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم، اهبطوا منها فأما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هناك عملية تخليص، هذا الاتجاه إلى فوق، عملية التروح تجعل للإنسان قدرة على الكشف. قارئ التجارب الصوفية، ليست كذبا هذه التجارب، قارئ شيء عن فقراء الهنود، ليس كذبا هذا الذي ينقل عنه، ليس كذبا، هو حقيقة 100%. كتب العلماء عنه عشرات الحوادث وعشرات المجلدات، كتب ملء الأرض تنشر في الشرق والغرب عن ظواهر يبقى العلم المادي إزاءها حائرا، لكنها موجودة هنا وهناك. أناس استطاعوا أن يمتلكوا أنفسهم وأن تصبح عندهم قدرة للاتصال بالأعلى، فيشترحون بذلك ما نسميه خارقا. هو ليس خارقا، هو طبيعي، هو طبيعي. هذه عملية الكشف هي التي تحصل للمؤمن في مرحلة ما. أفمن هداه فمن شرح الله صدره للإسلام، كذا الآية الكريمة، فهو على نور من ربه، فهو على نور من ربه. نور المؤمن ينظر من وراء حجاب رقيق. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لما يقبض الإنسان على الحقيقة يشعر بضخامة ذاته، يشعر بمكانته الرفيعة، لا يعبأ بأولئك الجهال الذين يطوفون من حوله، سخروا منه، هزئوا به، ضحكوا عليه،
هذه مسألة كلها لا تعنيه تماما، كما تنظر لطفل يسخر منك ويهزأ بك، هل تعير هذا الطفل بالك وهو يأخذ بذيل ثوبك يجرك يضحك عليك يرميك بالحجارة؟ تنظر إليه بعطف وحنان تحدب عليه، كذلك ينظر المؤمن الذي يسمو إلى الجهال من الناس والضلال من الناس. هذا هو المستوى الذي كان ينظر فيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عندما يرمى بالحجارة فتعقر رجلا فتسيل الدماء منهما فيقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون أني نبي، لا يحقد ولا يتألم ولا يقدر. لماذا؟ لأنه يقدر على الحقيقة ويعلم ذول مساكين لا يعلمون شيئا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. طبعا عندما يقف إنسان أمام حجم كبير كهذا الحجم ويدري به حجم كبير، رجل يقبض على الحقيقة، رجل لا يعير بالا لأية قوة في الأرض لأنه يتصل بالقوة التي تهيمن على الكون برمته، والأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه متصل بأي قوة، من يخشى من يخاف؟ طبعا من توقف أمامه تشعر بالعظمة اللا محدودة. ولذلك كان الإعرابي البدوي يأتي أمام رسول الله صلى الله عليه وآله فيضطرب، يضطرب ويرتعش ارتعاشا غريبا، رجل بدوي جاي من الصحراء ما يعرف شيء، ينظر لمحمد يشوف عظمة غير متناهية يضطرب. شو يقول للنبي؟ يقول له لا تثريب عليك، هون عليك، ما أنا بملك ولا بطاغية، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، رجال فقير مثله، أمي كانت تأكل اللحم اليابس في مكة، أنا كنت أرعى الأغنام، عشت فقير بائس مسحوق كأي برد من الناس. كيف يطأطئ من نفسه وكيف يقلل من عظمته أمام هؤلاء الناس؟ من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. هل سمعت بهذه الحادثة؟ حادثة هشام بن عبد الملك والإمام علي بن الحسين زين العابدين. هشام أمير من الأمراء، هشام يأتي ليستلم الحجر الأسعد، يطوف حول الكعبة يأخذه الزحام يمنة ويسرى، طبعا ما يقدر يستعمل الجلاوزة هنا، هذا المكان حرم، هذا بيت الله، سلطان الله سلطان المسلمين، الجبروت والطاغوت ما يصل به إلى هذه الدرجة بحيث يكنس الناس بسياط جل جلاوزته، يمشي ويا الناس، الزحام يأخذ به يمنى ويسرى، تعب وأرهق وضع له كرسي جلس جانبا ينتظر أن يخف الزحام. هناك جاء رجل ضعف الجسد ضئيل الجسم مصفر اللون يكاد يكون هيكلا عظميا مطرق إلى الأرض، شفتاه تتحركان بذكر الله، ما إن رآه الناس حتى انفرجوا عنه سماطين، سلم الحجر وبدأ يدعو ثم ذهب. عجب الناس المحيطون بهشام، يا أمير من هذا؟ صفحة رائعة وعجيبة، ماذا يقول؟ يقول أن هناك في دنيا المسلمين رجلا أكبر حجما منه وأعظم قيمة لدى الناس وأكثر سلطانا وهيمنة على قلوبهم، يقول أن هناك من يحكم قلوب الناس وعقولها غيره. قال لا أعرفه. قال الفرزدق، هذا موقف شريف جدا، قال الفرزدق لكني أعرفه خطيئة المعروفة، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا. فضيلة طويلة، وليس قولك من هذا بظاهره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. هذه منين جت الهيبة؟ من معرفة الناس أن هذا رجل ينطوي على الحقيقة، من معرفة الناس أن هذا رجل يسحق السلطان ويسحق الأرض بقدمه لا يبالي بالحياة، رجل وهب قلبه لله ووهب وجوده لله وللناس. الناس يا أخي اتقدر، الناس تعرف، ليس كل الناس إمعات وعبيد، الناس يميزون بين هذا وذاك. هذا بالطبع قلنا يستمد الإنسان العزة من خلال أرضية العقيدة، من خلال مفاهيمها، من خلال قيمها، من خلال منظوراتها. على الصعيد التطبيقي
على الصعيد التطبيقي الشريعة وفرت له أيضا إمكانات العزة، إمكانات أن يعيش عزيزا. الشريعة جاءت لتعلن أن الناس كلهم من أصل واحد ومن نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، ماكو تفاضل إذن على أساس أجناس وألوان وعناصر، ماكو تفاضل إذن على أساس فوارق طارئة خلقتها ظروف متفاوتة، ماكو تفاضل بين الناس، خلقكم من نفس واحدة. الناس سواسية كأسنان المشط، هذا المبدأ جعل أولئك الذين ضغطت عليهم ظروف تاريخية بعيدة القدم صنفتهم طبقات، صنفتهم عبر مواضع ومواقع، جعلت الناس يعيشون هرما اجتماعيا غريبا كأن الله قدره تقديرا، هكذا الظن الهندوسية وهكذا الظن اليهودية وهكذا، خلق الله البراهما من لحم وجهه، وخلق الكشياترية من لحم ساعديه، وخلق الشويش من لحم فخذيه، يقول منه سمرتي، وخلق الشودر من لحم قدمي. البداية الخالق خلق الناس طبقات، دول يسمون منبوذين، من هنا دول يختصون بالحكم والتشريع، ودول يختصون بالعسكر، ودول يختصون بالإدارات، ودول يختصون بالمهن اليدوية وإلى آخره، ودول يصيرون عبيد وخدم. اليهودية توجب على الإسرائيلي إذا مس كنعاني أن يغتسل، لأنه يمس رسا، وتعتبر الناس طبقات بهذا الشكل. وعاش الناس، عاش الناس معنى التقسيم على أساس العنصر وعلى أساس الطبقة وعلى أساس، وما زالوا يعيشون في العالم الذي يسمي نفسه عالما متمدنا متحضرا، ما زالت التفريق على أساس الجنس قائما في أمريكا، وقائما في روديسيا، وقائما في جنوب أفريقيا، وقائما في كثير من بقاع الأرض. الإسلام قبل 14 قرن ألغاه وشطب عليه، كلكم لآدم وآدم من تراب. حتى أن صحابيا من الصحابة يلاحي رجلا أسود هو بلال، وقال أنه أبو ذر، قال له يا ابن السوداء، رسول الله غضب غضبا شديدا، قال له يا أبا ذر قص الصاع، ليس الابن البيضاء على ابن السوداء فقط. حتى أن النبي ليزوج زينب ابنة عمته لزيد ابن حارثة وهو مولى عبد أسود، كفر إنما فعلت ذلك، وضباعة بنت الزبير للمقداد، ويقول إنما فعلت ذلك لتتضع المناكح. هذا مبدأ المساواة بادئ به، ليس كافيا أن يعلن مبدأ المساواة النظرية، الأمم المتحدة أعلنت مبدأ المساواة النظرية، لكنها المساواة هذه أين هي في صعيد التطبيق؟ ما موجودة. الإسلام لما أعلن هذا وفر له الإمكانات، يعرف العزة، تريد لها محتوى داخلي يتلائم وياها، يعني إنسان يعيش العزة في داخله، حتى لو أوجدت الإمكانات الموضوعية الخارجية التي توفر لإنسان العزة وهو يعيش في داخله عبدا، ما أستطيع أن أجعل منه عزيزا. أكو ناس جبلوا على الصغار، أكو ناس مستعدين بطبيعتهم لأن يلعقوا الأقدام، لأن يطأطئوا الرؤوس، لأن يطأطئوا رؤوسهم ليسحقوا. هؤلاء الإمعات مشكلة من المشاكل، وإن كان بالحقيقة هذول ما ينفصلون عن واقعهم، يعني ليه صاروا إمعات؟ لابد الواقع صنعهم هكذا، لكن مع ذلك إحنا يجب أن نعالج آثار الواقع، تماما كما لو أن إنسانا تعرض إلى عدوى مرض من الأمراض، من ترك هذا المرض يهلك يقضي عليه، نعالجه، ندخل المستشفى، نحاول أن نطببه. هؤلاء الذين يعيشون الصغار في داخلهم يجب أن نعالجه حتى يستشعروا العزة من خلال عقيدتهم، ومن خلال الشعور بذاتهم وبتكوينهم، وبأنهم والآخرين يقفون على صعيد واحد وضمن نسبة واحدة إلى الخالق. هذه المسألة الرسول صلى الله عليه وآله وضعها في حسابه، قال لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين،
وبدأ النبي صلى الله عليه وآله تطبيقيا يحاول أن يعلمهم العزة. جاء واحد يستجدي من النبي قال يا رسول الله أنا فقير. قال النبي إن شئت أعطيتك وإن شئت دللتك على ما هو خير من ذلك. نعم موعظة طبعا نبي رقيق جدا. قال دلني على ما هو خير من ذلك. أعطاه درهما قال اشتري حبلا ومنجلا واذهب واحتضن. لا تتعلم أن تستجدي أن تتسول. ثم قال لئن يأخذ المؤمن أحبله فيحتطب فيحمل الحطب على ظهره خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. السؤال ذل السؤال ذل حتى ولو على قارعة الطريق. رجل الإنسان المؤمن يشعر بذاته ما يسأل إلا وهو محتاج مضطر للسؤال. هذا كل تربية على الكرامة. لاحظ أول شيء الإسلام جعل التسول والشحاذة محرمة شرعا. يحرم شرعا أن يشحذ الإنسان يحرم شرعا أن يتسول الإنسان إلا إذا كان مضطرا. إذا بلغت درجة الاضطرار التي تكون له أكل الميتة وأكل لحم الخنزير فليفعل ذلك وليعلم أن المجتمع هو الذي يدان وهو الذي يحاسب. لأنه كما قال الإمام علي ما جاء فقير إلا بما متع به غني. هو يحل أن يستجد الآن لكن المجتمع كل المجتمع المسلم سيحاسب على ذلك. نعم سيحاسب هو مسؤول. قلنا الإمام علي وهو يعكس احترام مجتمعه وانحطاطه وفساده أول ظاهرة من الظواهر رصدها وأشار إليها لتدلل على فساد المجتمع قال اضرب بطرفك حيث شئت من الناس فهل تجد إلا فقيرا يكابد فقرا أو غنيا بدل نعمة الله كفرا أو بخيلا اتخذ البخل في حق الله وفرا أو متمردا كأن بأذنه عن سمع المواعظ وفرا. الدولة مدانة والمجتمع مدان عندما يوجد إنسان يقول أنا جائع أنا عارف. وعندنا من الواجبات الكفائية ما من شك التي إذا لم يقم بها بعض من المسلمين آثم المسلمون جميعا. إنجاد الجائع وإنجاد العاري وإنجاد المحتاج. طبعا الإسلام المسألة ما بتعرفها على الصدقة أنك كيفك تنطي وما تنطي. هناك تخطيط قام به الرسول صلى الله عليه وآله هناك نظام متكامل. لكن نريد نبين أن الإنسان المسلم ما يسوغ له أن يطأطى رقبته. إذا أقوم جاء للعمل فليعمل لكن في حالة لا يستطيع فيها العمل في حالة لا يتوفر فيها العمل في حالة عجز في حالة لا يكفيه دخله الدولة في نظر الإسلام هي المسؤولة الأولى والمسلمون المجتمع الإسلامي هو المسؤول الثاني. لأن المجتمع الإسلامي هو الحاكم في نظر الإسلام هو الرقيب على الدولة وعلى الناس وعلى التشريع. الإسلام إذن ما يرضى لهذا الإنسان المسلم أن يذل نفسه. تجي واحد أمام الإمام الصادق عليه السلام قال له يا ابن رسول الله ادعو لي فإني أعاني من حاجة ماسة ومن عوز شديد حال أطفالي كذا. الإمام قال لغلامه هات ما معك ادفعه إليه. قال له والله يا ابن رسول الله ما قصدت ذلك ولا أردت وإنما أردت أن تدعو لي الله ليفرج عني. قال ولا أدع الدعاء أيضا راح أدعوه ولا أدع الدعاء. ثم التفت إليه بعد أن أغنى قال لا تذكر كل ما أصابك للناس فتهون عليهم حتى لو محتاج ما كدا تشرح أحوالك وتبهدلها. ترى الناس ما يرحمون ترى الناس يحتقرون الإنسان الذي يبهدل حال أمامهم. تجمل فتجملي وإذا تصبك خصاصة فتجملي. القرآن الكريم يمدح أولئك الذين يراهم الناس أغنياء من التعفف. هو مو غني لكن التعفف يبرزه غنيا غني النفس. هذا جانب من الجوانب ليس هذا الجانب هو وحده. يدعوني للعفة وهو ما موجد لضمان على يده. يدعوني للعفة ويترك المجتمع فاسدا مهترئا يسحقني تحت أقدامه ليست المسألة كذلك. لا مسألة المجتمع هالشكل أوجد ضمان اجتماعي أوجد تكافل اجتماعي تخطيط مترابط كبير. هذا جانب من الجوانب أخي جانب من الجوانب. هذا الجانب الذي حاول به الإسلام يخلق العزة من داخل. ومن تخلق العزة في داخلك تأنف أن تسأل ومن تأنف أن تسأل تعمل تجد تكدح تحاول أن تبني ذاتك.
فكأن في ذلك حفزاً على العمل، فكأن في ذلك حفزاً على الجد والنشاط حتى يبني الإنسان ذاته، حتى ما يخضع لذوات الآخرين. لماذا؟ العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. أكثر من هذا، حتى يصون الإسلام عزة الإنسان المسلم، ما جوز لأن يتحدث بمساوئه. أنا والله الله أنعم علي الآن بخير، بس شنت قبل ما تدرون شلون كنت قبل. يتحدث بمبادله وبسقوطه وبحياته الرديئة التي مارسها. الحمد لله الآن زين، صحيح هو ده يحمد الله، بس هو ده يكشف واقعا تاريخيا سيئا يتصل بذاته، ما من شك سيهبط أمام نظر الناس. هذه المسألة ليست فقط الإسلام ينهى عنها لهذه الناحية، بل لنواحي أخرى. أن تذكر أنك تحديت الله ذات يوم، أن تبشر بالانحلال، مسألة يعتبرها الإسلام خطرة جدا. ولذلك ورد في الحديث التحدث بالذنب والابتهاج به أشد من ارتكابه. لذلك ما يسمح للإنسان تذكر، أسوأ تخليها بينك وبين ربك. ما يسمح لك أنت تتحدث بها وما يسمح للناس. ومن هنا الإسلام رصد عقوبة ضخمة تساوي عقوبة شرب الخمر لمن قذف إنسانا مسلما. كان يقول فلان زاني ويقول فلان زانية، يجلده 80 جلدة ويسقط شهادته في المحاكم ويسميه فاسقا. الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. حتى يحمي كرامة الإنسان المسلم، ما لك أن ترمي إنسان مسلم. لذلك حرم الاغتياب. الاغتياب انتقاص من كرامة إنسان، ذكر بما لا يرضى. حتى أن تقول طويل قصير، قطة الأنف صغير كذا، عين كذا، جسم كذا، لباس كذا، حتى صفات الجسد وصفات اللباس وصفات المشي وأي صفة من الصفات لا يرضى صاحبها أن تذكرها أمام الناس أو تشهر به عن طريقها، يسموها غيبة. هذه الغيبة على درجة من البشاعة في نظر الإسلام. المغتاب إذا تاب آخر من يدخل الجنة، وإذا لم يتب فأول من يدخل النار. هذا الحديث النبوي. أما الآية تشبه عملية الاغتياب، وهي عملية طبعا معنوية، ترى معنوي الشبرها بصورة حسية. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. تشبه هاي الصورة الحسية، هذا كلها حتى عزة المسلم وكرامته تبقى مضمونة. محترم، ما حد يجرأ على ذكره وذلبه. لكي تتكامل العزة المسلم كيان قائم بذاته، حاكم مطلق. شيء غريب جدا، يعني انت يصورك الاسلام انت خليفة الله، ماكو خلفاء. الخلفاء في موقع معين يطبقون به التشريع يشرفون عليه. كلنا خلفاء الله، أليس كذلك؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الإنسان استخلفكم في الأرض، هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها، استخلفكم. نحن خلفاء الله، هذه منزلة كبيرة جدا. بعد أعطى الإسلام سلطة أخرى للإنسان المسلم، سلطة هي نفس سلطة الحاكم، يقوم على تطبيق القانون ومراقبة الخارجين عنه والملتزمين به. يأمر بالالتزام بالقانون وينهى الخارجين عنه، ويعطي الإسلام سلطة يد ولسان وقلب. من رأى منكم منكرا فليغيره، كل مسلم بيده أو بلسانه أو بقلبه. هذه السلطة ما تقف عند حد، يقرع به. النبي يقول يقرع به أدنى المسلمين أنف أعلاهم. تصور أن النبي صلى الله عليه وآله نفسه هو يعرض نفسه للحساب، وهذا حسبه. الخلفاء يتعرضون للحساب ويحاسبون على أصغر مسألة، ويطلعون رؤوسهم خاضعين أمام عظمة التشريع الذي جعل للأمة مثل هذا السلطان. هذا كله يوفر كرامة للإنسان المسلم. ما إلى سلطان، ما في واحد إلى سلطان على الإنسان المسلم إلا ربه. هذه بالحقيقة هاي هي العزة. من كان يريد العزة فلله العزة، في جنب الله، في جنب تشريعه، في جنب قيمه، في جنب مفاهيم هذه العقيدة التي جاء بها. طبعا الأمة قلنا عاشت رتحا من الزمن، زمن النبي،
في عصر الخلافة الراشدة عاشت مثل هذا الواقع. ومن هنا شفنا أصغر مسلم، لا شفنا امرأة مسلمة. طبعا مستحقات لا، يعني ماذا تحقق المرأة المسلمة؟ يعني تقول المرأة التي نحن في هذا المجتمع نسلبها مثل هذا الحق، ننظر إليها نظرا هامشيا شذرا. المرأة المسلمة في صدر الإسلام كانت تمارس حق المعارضة، جالسة في المجلس وعمر بن الخطاب يخطب: أيها الناس لا تغادوا في مهور النساء، فإنها لو كانت مكرومة لسبقكم إليها رسول الله. تقوم فتاة تقول: ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين، ليس لك ذلك، ما من حقك في الشرع في تجريد. ولما ويحكي؟ قالت: لأن الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، والله يقول: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيا مريئا. أنت تحدد، والقرآن يقول الشكل على يسار. أطرف عمر فترة ثم رفع رأسه، قال: ألا تعجبون من إمام أخطأ وإمرأة أصابت؟ فضلت إمامكم ففضلته؟ أي حق هذا؟ أي تشريع هذا؟ أي علاقة بين الحاكم والمحكوم هذه؟ أين توجد؟ في ظل أي تشريع وفي ظل أي واقع؟ هذه هي المسألة. قلنا الرسول يعرض نفسه ويقوم واحد يقول: نعم يا رسول الله ضربتني. طبعا هاي ما تستمر طويلا يا أخي، مناخ الإسلام وروحية الرسول صلى الله عليه وآله والدفعة الأولى للثورة والحماس الأول للثورة وطلاع الثورة الأولى بدأوا يتساقطون ويتهاوون. يتساقطون كيف؟ إما بالحروب يتساقطون شهداء، وإما يتساقطون تحت وطأة الرفاهة المادية، فتور أموال تتدفق من هنا وهناك. فتحت فارس فجيء بالمال، أعطي للخليفة، وضع أمامه أكدادا، يعني تدفقت الأموال. أصبح هؤلاء المجاهدون الأوائل يعيشون في بلهينة من العيش، أترفوا تخدروا مالوا إلى الدعاء، أصبح ليس هينا عليهم أن يفارقوا مثل هذه الحياة. ما من شك أن الموقع يغير داخل الإنسان، يعني الإنسان لما يصير بموقع دعامة غيره هو رعي هناك بعد ناقل ينتقد، لكن لما يصير فوق لا. القضية أحيانا الذي انتقد سابقا الآن لا يعتبر شيء آخر. أنا أنتقد الأغنياء وأقص عليهم لأني فقير، لما أصير صاحب فلوس أخاف عليها فأسكت، وهكذا. يعني المسألة هالشكل. فأصبح هؤلاء الذين كانوا يحملون راية العدل وراية المساواة وراية النضال والجهاد يسقطوا أوزان الجاهلية وقمم الكفر ويشتد الواقع الفاسد، تساقطوا لو في الجهاد ميتين، لو تساقطوا تحت الرفاهية. طبعا اتغير الواقع، اجوا حكام من طراز آخر، حكام من طراز معاوية، وبدأت الأمة تعيش واقعا جديدا، واقع فيه من الضغوط وفيه من الحكم البوليسي ما لم يألفوا مثله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابي ينكر منكر يقتل، عمرو بن الحمق، حجر بن عدي، هو حجر بن عدي، حجر بن عدي قام إلى زياد بن أبي زياد يخطب خطبة العصر، يخطب خطبة العصر قبل أن يصلي صلاة العصر، خطب وخطب حتى طفلت الشمس الغياب. مرت رجل حجر بن عدي مؤمن عابد زاهد من المجاهدين أبطال، قام للوالي قال له: يا أمير، إن الوقت لا ينتظرك وإن الرب لا يعذرك، انزل فطلب الناس. ما أعاره باله، استمر يخطب الشمس جنحت للغياب. قام مرة ثانية الرجل أعاد عليه، نزل مغضبا صلى بالناس، نزل مغضب وصلى بالناس، وكتب إلى معاوية كتاب: إن حجر بن عدي قد كفر بالله كفرة طلعاء. الشكل كفر لأنه قال له صلي، نعم، وخلى 70 توقيعا من جملتهم القاضي، القاضي رجال ما يدري، كتب لمعاوية كتاب بعدين قال: أنا ما أدري. تصور ولاة يضعون الناس شهودا دون أن يعلموا، إيش قد مستحقرين الناس، إيش قد ساحقين الناس، إيش قد الناس ما لهم قيمة عندهم. تصور الناس أي واقع يعيشون، أي واقع إذلال، بحيث ما يقدر يقول له: والله أنا ما شدت،
مشكلة غريبة. تصور أن معاوية يشوف المعارضة ويشوف الزخم الثوري يتنامى في العراق والثورة تكاد تقدح شرارها هناك، لأن عليا مكث مدة طويلة هناك محل حكمه في الكوفة، فغرس مبادئ أرسخها في ضمائر الناس، عودتهم على النمط من التعامل بين الحاكم والمحكوم. إذن بذور الثورة هناك أقوى من غيرها في أي مكان آخر. من هنا معاوية كان يخشى العراق، كان يخشى الثورة منه، فماذا فعل؟ سفر 50,000 من الكوفة إلى خراسان. 50,000، البلاذري يذكرها، 50,000 سفرهم، واحد ولا اثنين، 50,000 من العرب يسفرهم إلى خراسان. أما القتل فحدث ولا حرج بالنسبة لزياد وثمرة ابن جندب. فاليوم منع الخروج ليلا، يعني منع تجول، لا أحد يطلع، ممنوع. طلع هو يتجول ويجلاوزه، شاف شيخ كبير هم طالب، قال أنت ما سامعك منع التجول إلا بأبصارتك؟ إلا لا والله، أنا كنت في مكان بعيد وما عندي خبر بهذا أبدا، وعندي عيال وأطفال وهممت أن أسرع لهم، أنا لو أسرع لهم أحمل إليهم قوتا. التفت إليه قال والله إني لا أظنك صادقا، صحيح يمكن ما بالغك الأمر، ولكن في قتلك صلاح لهذه الأمة، اضربوا عنقه. بهذا الشكل حجر بن عدي وستة يحفرونهم قبورهم هم أحياء ينظرون إليه، لما يضرب يقول له واحد ليش تضرب؟ يقول له واحد لماذا لا تضرب؟ أرى سيفا مشهورا وقبرا محفورا وكفنا منشورا، ليش ما أضرب؟ شو مسوي أنا؟ اضطهاد، نظام بوليسي زين؟ بعدين فلوس أيضا تضخ ضخ على العملاء. مصر بكاملها إقليم إسلامي عظيم جدا، يكتب إلى عمرو بن العاص حتى لما يطالب بعدين بشيء من خراجة ينكر عليه عمرو هذا ويكتب له قصيدة طويلة، معاوية الفضل لا تنسلي وعن منهج الحق لا تعدلي، نسيت محاورة الأشعري ونحن على دومة الجندل، ألين فيطمع في جانبي وسهمي قد خاض في المقتل، خلعت الخلافة من حيدر كخلع النعال من الأرجل، وألبستها فيك بعد العياد كلبس الخواتيم في الأنمل. شواهد كثيرة بالحقيقة. هذا الواقع جعل الأمة بعد لا تجرى على المعارضة، لا تجرى. قدمت بالحقيقة ضحايا كثيرة، قدمت شهداء كثيرين، قدمت مناضلين كثيرين. يقولون أن عدد أحصي ما عدد من قتلهم زياد فبلغوا 40,000 على ذمة التاريخ، وقال هكذا مصادر تاريخية تذكرة. وثمرة ابن جندب سئل هل قتل ثمرة أحدا؟ أجابه قال وهل يحصى من قتل ثمرة؟ بهذا الشكل. المهم هذه الصورة حتى لو كانت مو صحيحة هذا العدد يكشف لنا عن مدى الإرهاب وعن مدى رقص دم الإنسان المسلم. هذا النظام البوليسي خلى الناس تفتيه خالص، ومن هنا محد يجرأ أن يعارض بشيء، خليفة يسوي كيف، محد يجرأ أن يعارض. ومن هنا هو يكتب وصيته لابنه وطأت لك البلاد وأفضحت لك رقاب العباد، بعد ما حد يتنفس يديه يبالك، صحيح أنت مو كفو ولا أهل لهذا الموقع، لكن ما حد ينكر عليه، فعلا ما حد أنكر عليه، ما حد أنكر إلا أربعة، والأربعة ما حمل منهم السيف أحد إلا الحسين. لاحظ وين الأمة؟ لم أدري أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد بينهم ملكا، وين راحوا ذلك الناس الذي يحاسبون مثل أبي بكر، يحاسبون مثل عمر، يحاسبون مثل عثمان، يحاسبون مثل علي، وين راحوا ذلك؟ وين أولئك الذين يقفون ليقولون للحاكم لا؟ شلون يرضون بخلافة رجل كيزيد معلن بالفسق والفجور؟ يرسل أبوه حتى يقاتل، بل تكتب إلى منقبة يترك الجيش يقاتل وهو يجلس بالبرقدونة يشرب الخمرة ويمارس الجنس، ويكتب عندما تبلغه أخبار أو تبلغه الأخبار أن جيش المسلمين قد حل به الوباء ومات منه كثيرون، ما إن أبالي بما لاقت جموعهم، ما إن أبالي بما لاقت جموعهم بالبرقدونة من حمى
ومن مومي إذا اتكأت على الأنماط مرتفقا بدير مران عندي أم كلثوم. هذا هو أبي المستقيم. من هنا الحسين وجد نفسه مضطر للثورة. والله أيها الناس ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد، أريد أن أأمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. طبعا الناس المضطهدين اجتمعوا عليه بالطريق بناهم المسألة ممهدة، فسين قالهم لا الوضع ما يساعد على النصر، أنا رايح في الموت. ألا من كان موطنا فينا نفسه بادلا فينا مهجته فليرحل معنا. تتصورون أنه المسألة ممهدة لما كتب إلي أهل الكوفة، وصدق حس الحسين بالطريق إلى قيل فرزق يسأل عن الناس، يقول يا سيدي قلوب الناس معك. صحيح كل الناس تدرك مظالم يزيد ومظالم الدولة اليزيدية وكلها تعرف الحسين من، لكنها خنعت، تخاف الموت، ذلت، صار ذل داخلي. هذا الذل الذي قلنا الإيمان ينزع من الإنسان. قلوبهم معك وسيوفهم عليك. في بعض الطريق لقيه شخص أو شخصان أخبروه بمقتل مسلم بن عقيل. طبعا هذا هذه الأخبار أنها وصلت. صحيح حتى الحسين تماما معرفة للناس دقيقة جدا. قتل مسلم بن عقيل وما خرجنا من الكوفة إلا وهو هو وهاني بن عروة يجران في الأكواب. شفت الجماعة الذي كتبوا للحسين تقدم على جند مجندة اخضر الجناب وأينعت الثمار، وإنما تقدم على جند مجندة ولا بالعجل انقلبوا تحت وطأة التأديب، فإذا بهم يقتلون رسول الحسين ويجرونه بالأسوأ. قال الحسين إنا لله وإنا إليه راجعون، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ثم استدعى صبية لمسلم بن عقيل وضعها في حجره يقبلها يضمها إلى صدره يمسح على رأسها. هذه الطفلة استغربت، الحسين ما يرسل عليها كل يوم، الحسين مشغول بهمومه، الحسين مشغول بحركته، الحسين مشغول بالأمة بمهامه، شكل يوم داز عليها، شكل يوم يمسح على رأسها وينظر إليها برقة وحنان. أخذت تحدق به تسائله يا عم من بي خبر ما جاك ولا طارش بمكتوب وافاك، يحكي لك الصار وجرحناك مجتول ظن وحق عينك يا عمي بي ما لعينا والاخبار من عند تجينا والكوفة عليها خوينا لو دار وعليها من يعينا. نسألك اللهم